السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحاول أكيد في آخر الوقت، ما بحاول أطول إن شاء الله، أحاول بس أمشي فلاشات بس، يعني رغم أن المسألة معقدة شوية وتحتاج لأركام أرقام ومخمخة، لكن نبدأ بسرعة شوي. طبعا أنتم تعرفون أن الأزمة الأخيرة بدأت في فبراير 2011، وخصوصا الستة الأشهر الأولى مع قانون السلامة الوطنية وما حدث فيها من انتهاكات سجلها تقرير السيد بسيوني وما انعكس ذلك على الوضع الاقتصادي في البلد. من هنا جاءت مبادرة دول مجلس التعاون، لأن البعض يعتقد أن الجزء الكبير أو السبب الرئيسي من الأزمة السياسية في البحرين هو اقتصادي، هو فقر، هو عدم وجود وظائف، وبالتالي المساهمة في دعم البحرين على هذا الصعيد ممكن يخفف المشكلة السياسية أو المشكل السياسي ويبدأ يفتح آفاق. وبالتالي في اتفق دول الخليج في 2011 على تخصيص 10 مليار دولار. طبعا قطر ما انضمت إلى الاتفاقية، في التالي تحكي عن 7500. وكان تم تحديد الأولويات لهذه المنحة أن تركز على الإسكان، المعروف أن البحرين فيها أزمة إسكانية خطيرة، ثم الطرق والكهرباء والخدمات، التعليم والصحة. والملفت الجيد أنه هناك جهة ممثلة لدول مجلس التعاون وجهة مراقبة أيضا لكيفية صرف هذه الأموال على المشاريع. طبعا كل قطاع كما هي الأرقام أمامكم، في كل يعني على الأقل الإسكان حصل على 33% من مجموع ما تم إنفاقه، الكهرباء والماء حصلوا تقريبا في حدود 15%، الأشغال 13%، المواصلات 12%، ثم تأتي الأرقام الأخرى، أرقام بسيطة، التعليم 2، الصحة 3%، يعني أرقام متدنية. هذا جزء من النسب الموجودة أمامكم، لكن بالتأكيد أن هذا أنا أتحدث عن الاقتصاد الآن. أبو محمد تحدث عن السياسة، والأستاذ الحجير تكلم عن الانتهاكات، أنا أتكلم عن الاقتصاد وتأثر الاقتصاد مع الأزمة. لا شك إذا كنا نتذكر أن هناك الاقتصاد البحريني وهناك الموازنة، الموازنة البحرينية لم تتأثر على اعتبار أن أسعار النفط كانت أعلى من 100 دولار في 115 إلى 120، وبالتالي الموازنات كما ستلاحظونها لم تتأثر، العجز كان عجز دفتري يعوض مع نهاية السنة بعد حصول أرقام النفط، وبالتالي الموازنة كانت سليمة، لكن الاقتصاد ضعيف على اعتبار أن الاستثمار خرج، عدم وجود استقرار. وبالتالي تلاحظون اللون الأحمر، لو تلاحظون المشاريع كان في الموازنة 2011 928 مليون، لكن الحكومة لم تصرف من الموازنة على اعتبار أن هناك الأرقام التي كانت تتوقع أن تأتي في 2011 من المارشال الخليجي. كذلك في 2012 كان في حدود 1.2 مليار، الفعلي هو 737، 2013 الفعلي هو 476، هاي كلها أرقام فعلية مش توقعات، 2014 كان الاعتماد 825، بينما الفعلي هو 448. فاستطاعت هذه المنح الخليجية لأنها تركز على المشاريع التنموية، الإسكان والطرق والصحة، خففت العبء الأكبر عن موازنة الدولة. وبالتالي سؤال يقول لولا وجود هذه المنح أين كان اقتصاد البحرين سيكون؟ أكيد لا شك في مرحلة خطرة. ولذلك تلاحظون في موازنة 2011-2012 بقارنها مع موازنة 2015، الإيرادات النفطية كانت في حدود 3 مليار 2.8 في 2011 و 2.9 في 2012. لو تقارنونها مع موازنة 2015-2016 تحكي عن 1.8، يعني مليار واحد راح
بسبب هبوط أسعار النفط، وهنا يجي تأثير الموازنة مع تأثر الاقتصاد، وبالتالي دخلت البحرين مرحلة خطرة. أمامكم 2015، أنا أتكلم بسرعة اعذروني لضيق الوقت. لاحظوا الإيرادات عندكم والمصروفات كذلك. الشيء الملفت أن العجز 1.5 مليار في 2015 و2016، ولا شك أن رقم التعادل، رقم سعر البترول التعادل هو يصعد إلى $130، وهذا مصيبة. الآن سعر البترول في حدود 30 و35، وبالتالي أن تتعافى الموازنة، موازنة الدولة أصبحت شبه مستحيلة، خصوصا الآن يعني سعر النفط كان في دول الخليج لمجرد أن يحدث حدث طارئ ترتفع أسعار النفط خوفا على مواصلة ضخ النفط لدول الاستهلاك. ولكن في هذه المرحلة التي نعيش فيها، حدث داعش لم يؤثر على أسعار النفط، ظلت في انخفاض. التوتر بين إيران والسعودية أيضا لم يؤثر على ارتفاع أسعار النفط، لذلك ذهب الخبراء بأن أسعار النفط ستبقى هابطة لأكثر من ربما أكثر من 5 سنوات، إلا أن يحدث حدث طارئ وتوافقات. هذا أسعار النفط مقارنة البحرين مع دول الخليج. البحرين هي الأعلى في سعر التعادل. هذا السلايد من يراوينا علاقة الاحتياطي مع الريزيرف مع الإنتاج. البحرين طبعا حسب الأرقام الدولية يعني يتكلمون عن 5-6 سنوات يخلص الاحتياط. أكيد في طبعا هاي توقعات، بس أكيد توقعات يعني تشاؤمية، لأن حقل النفط بسيط في البحرين قياسا بدول الخليج الباقية. لكن اللي يهمنا الآن الوضع الاقتصادي الموجود المرحلة، لا شك هو عبر التصنيف الائتماني يقع في مرحلة خطرة. البحرين أمامكم تقريبا 55 نيجاتيف موجودة أمامكم. إذا تروحون على العمود الثاني في اللون الأخضر واللون الأصفر واللون الأحمر. اللون الأحمر هو الانهيار، اللون الأصفر ما قبل الانهيار. البحرين في آخر طبقة من طبقات اللون الأخضر اللي هي 55، وبالتالي هي ما قبل الدخول في مرحلة الانهيار. وهذه طبعا من 3 مؤشرات، ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش. طبعا هذه أرقام 2016. في ظل هبوط أسعار النفط، ما هي الخيارات الموجودة أمام متخذي القرار في البحرين اقتصاديا أتحدث، في ظل تقلبات أسعار النفط وهبوطها وتعثر الاقتصاد؟ لا شك البند الثاني في الموازنة هو بند الإيرادات غير النفطية. كان يتوقع أن الموازنة أو الحكومة تخطط اليوم الأسود، وهذا الحديث طرح من مسؤولين ليست المعارضة فقط، مسؤولين داخل الحكومة أيضا. كان دائما الحديث عن الحاجة لوزارة التخطيط، الحاجة إلى تخطيط، الحاجة إلى الاستثمارات، والحاجة إلى وجود إيرادات غير نفطية. وعلى هذا الأساس في 2006 تم تأسيس شركة ممتلكات القابضة، وأعطيت 37 شركة من ألبا، طيران الخليج، الام بي بي، ونازل الفورمولا، 37 شركة، بعضها يعني ساهمت فيها 100%، وبعضها 50%، وبعضها تحت 50%. كان يفترض أن تقوم شركة ممتلكات وهي الذراع الاستثماري، الذراع الذي يستطيع أن يرفع موازنة الدولة، ولكن مع الأسف بعد 10 سنوات الإنتاج، يعني هذا سؤال أمامكم تقدم به وزير المالية في 10 نوفمبر 2015، ثلاث يعني قسم مساهمات الدولة في 3 فئات. الفئة الأولى أمامكم هي تحتفظ بإرادتها لتغطية مصروفاتها التشغيلية، وهذه من غرفة البحرين، هيئة الكهرباء والماء، وديوان الرقابة المالية، ونازل إلى بنك البحرين للتنمية. أنا ما بوقف عنده. يعني القسم الثاني هناك بعض العوائد
من مثلا شركة القابضة للنفط والغاز، وهذا رقم ما يتغير، 56 مليون 56 مليون، وبعضها. بس اللي يهمني شركة ممتلكات، لأول مرة يقر وزير المالية في كتاب مكتوب أن إيرادات شركة ممتلكات لخزينة الدولة صفر. في كل المراسلات، في كل اللقاءات، في كل قبل كان دائما فيها نوع من الابتعاد عن الدقة، كم تقدم شركة ممتلكات لخزينة الدولة؟ الآن يقر أن صفر التي تقدمه صفر من الإيرادات، بحجة أن الإيرادات غير كافية وتستخدم كما هنا موجود تصريح للرئيس التنفيذي السيد محمود الكوهجي أن شركة ممتلكات أعلنت عن أرباح، أن ألبأ صافي الأرباح كان فيها في 2014 96 مليون دينار، بتلكو 17 مليون 7، بنك البحرين 24 مليون، طيران خليج بعد الخسائر المتتالية استطاعت أن في 2014 تعطي ربح صافي في حدود 16 مليون. لماذا لم ترحل هذه الأرباح إلى خزينة الدولة؟ يجيب أن هذه الأرباح ستوزع على بعض الاستثمارات الداخلية والقروض ومعالجة بعض العجز في الشركات الأخرى، وتحدث أنه تتحمل شركة ممتلكات تكاليف الفورمولا 1، وتحملنا خسائر طيران خليج بمبلغ قدره 475 مليون دينار منذ 2006. تصور شركة ممتلكات تعطي طيران خليج 475، كم قدمت حكومة البحرين لشركة طيران خليج؟ أنا مو مع، أنا من 2006 لما كنا في المجلس أنا ضد حل شركة طيران خليج، مع إصلاحها نعم، هي طيران الشركة الوطنية الناقلة الوطنية، لكن كانت بحاجة إلى إصلاح. تصوروا قدمت البحرين ما يعادل 900 مليون دينار لدعم شركة طيران خليج، والنزيف ما زال مستمر. هذا الخيار الأول، هل لدى الحكومة ومتخذي القرار إيرادات غير إيرادات النفط؟ المعروف الآن إيرادات النفط بلغت 86% من الإيرادات الميزانية أو الحكومة. الخيار الثاني هو الاقتراض، وهو ما يعمل به الآن، ولكن هذا الاقتراض اليوم ما يمكن يفيدك إفادة بقدر يعني تعالج الأزمة الحقيقية. وأمامكم أرقام من وزارة المالية أن الدين العام ارتفع من 2008 إلى 2016 بنسبة 550%، وهاي الأرقام 7 مليار اللي هو 8 مليار في 2016 المتوقعة، الآن زادت الأرقام، لأنها كانت توقع في 2016، الآن بعد الأرقام زادت، وبالتالي ذهبوا للحصول على سقف 10 مليار. الفوائد فقط، فوائد الدين العام أمامكم من 2008 كان 54 مليون دينار، بينما صعدت في 2015-2016 إلى 296 في 2015 و390 دينار في 2016. فقط 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 دفع الفائدة على الدين وليس القسط. وهذا أمامكم مقارنة الدين العام من صندوق النقد الدولي، مقارنة البحرين مع دول الخليج، يمكن قطر شوية مع البحرين مرتفع، بس بقية الدول الكويت وعمان السعودية والإمارات، البحرين هي الأعلى في الدين العام. المشكلة في الدين العام، يعني احنا تحدثنا سابقا وتقرير ديوان الرقابة المالية مشكور يعني أشار وركز على خطورة ترك الدين العام بلا قانون. اليوم لا يوجد في البحرين قانون للدين العام، يعني لا يوجد في قانون للدين العام، القوانين الموجودة المعمول بها الغير مباشرة لا يحدد أين يستخدم الدين العام عندما تقترض الدولة، وما هي الجهات التي يمكن أن تذهب لها أموال الاقتراض. ولذلك يعني في 2013 الحكومة كان العجز في الحكومة في 2013 كان في حدود 410، بينما هي أصدرت إصدار
للدين العام بلغ في حدود 1,164,000,000 دينار. يعني لو في قانون خب لا يجوز أن تطلب أو تقترض أعلى من العجز، على اعتبار أن الاقتراض هو لعجز لسد عجز الموازنة وليس إلى جهات أخرى تدفع لها الأموال. فبالتالي كان السؤال أين المتبقي من إصدارات عام 2013 585,000,000 دينار؟ لا توجد إجابة، لا توجد إجابة. الإجابة ليست للمعارضة أو ليست للمختصين أو ليست للصحافة، لا توجد إجابة أيضا لتقرير ديوان الرقابة المالية. سأل وزارة المالية ولم يأتي جواب ضمن تقارير ديوان الرقابة المالية، بل أن تقرير ديوان الرقابة في 2014 أشار إلى يعني ملاحظة جدا خطيرة، أن تحدث تقرير ديوان الرقابة المالية أن الآن أصبحت استخدامات القروض التي تنتج من سندات التنمية، على فكرة سندات التنمية هي الأداة الأكثر تأثير وهي التي تستخدمها الدولة، 90% من الاقتراض الذي يأتي من سندات التنمية يذهب لسد فوائد الدين وليس لعجز الموازنة. يعني تصور في عام 2010 كانت النسبة 61%، بينما في عام 2014 وصلت إلى 95%. يعني اليوم نقترض حتى نسدد دين العام، فوائد الدين العام. هذا الخيار الثالث هو خيار التقشف. وزارة المالية جابت هذه الشريحة ووضعت أرقام بحيث أن هذه الأرقام تشكل في حدود 1,200,000,000 وعليها شوية، دعم الكهرباء 326,000,000، اللحوم 57، هاي 2015 متقاعدين 114,000,000، علاوة الإيجار 6، دعم علاوة الغلاء 115، دعم المؤسسات التعليمية في حدود 105. طبعا الآن في سياسة التقشف لا توجد معلومات أو شفافية في هذه المعلومات، ولذلك اليوم هناك قلق وسخط. لا ندري، يعني بدأت برفع اللحوم ثم البنزين ثم في مارس سيكون الكهرباء، وجه طبعا ضريبة على السجائر، ولا ندري التالي مو هو يبغى يسوي يطلع بيان على اساس عقب اضافه ضريبه ال بس السجاير بس السجاير. فالان لا يوجد احد، لا احد يدري ما هي الخطوه التاليه رفع اي دعم، ما ندري، لا توجد شفافيه، لا توجد مصارحه في هذا الموضوع، وبالتالي الناس حاطين ايدهم على قلبهم. يعني ممكن يوتعي يحس ان هناك، يعني الحين في كلام على الطحين ونفي، صار نفي إليها، ثم صار في حديث عن صار حديث عن المجاري ثم تم نفيه، صار حديث ضريبة على مياه الشرب وتم نفيه. لكن في الحقيقة لا يوجد، ما أريد أن أقوله، لا توجد سياسة واضحة ومصارحة للناس أن هذه الخطة ستكون في هذا المسار وسنسير في هذا الطريق. وبالتالي هذا الخيار خطر. يعني ميتس تحدثت عن خيار رفع الدعم أنه سيؤجج الشارع في البحرين وسيعطي، حتى الـ IMF لما سوى ريكومنديشنز على أساس رفع الدعم طرح نقطتين. النقطة الأساسية أن هناك يكون بالتدريج، وأن تكون هناك شراكة في الحديث مع الناس وإشراكهم في الأزمة الموجودة، طبعا معالجة الأزمة السياسية ومن جيلها. الناس عندهم غضب لأن هناك دعم للشركات في الغاز، وهذا الدعم موجود في تقرير ديوان الرقابة المالية صحيح، وإن كان هو الفرق بين السعر في السوق المحلي والسعر السوق الدولي، بس هو دعم يقدم إلى الشركات. فأنت تقدم دعم للشركات في حين تسحب دعم من المواطن الضعيف، وهذه الأرقام أمامكم. احنا في تقديرنا بالعجالة ان هناك خيار آمن لمعالجة الأزمة الاقتصادية. واحد، الأرقام صايرة بالعكس، واحد تكون في شفافية وصراحة.
يعني اللقاء الوحيد اللي طلعوا فيه 6 وزراء في ليلة واحدة بسرعة يخاطبون الناس، كل شخص يتحدث عن وزارته، بس لا توجد مصارحة عن برامج التقشف، لا توجد مصارحة للطريق القادم أو الخطوة القادمة، لا توجد شراكة في اتخاذ القرار ونجي إليها. 2، احنا في اعتقادنا ضبط الإنفاق والأولوية للتعليم والصحة، وهذا دائما نتحدث عنه. يعني انت اليوم في 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 مرحلة خطرة وتحتاج إلى ضبط الإنفاق وتحتاج إلى الأولوية، أين تنفق بعد تقليل المصروفات؟ احنا في تقديرنا أأمن هو الصرف على التعليم والصحة. وقف دعم الغاز عن الشركات وتطبيق الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية، هذه أمامكم المصروفات الأمنية اللي نتحدث عنها، أنها بحاجة الآن إلى ضبط هذه المصروفات أن تتجه إلى الصحة والتعليم والبنية التحتية. أمامكم المبالغ، والأفضل منها السلايد اللي بعده، لأن السلايد اللي بعده في تقرير ديوان الرقابة المالية في 2014 يعطي نمو المصروفات. فلما تلاحظون على الجهة الأخرى مثلاً الأمن والدفاع 9.10، يعني نمو المصروفات 10، بينما التعليم أقل من 1، الصحة 5، الكهرباء مو موجود في الموازنة طبعا، هذا يروح على المارشال، الطرق أقل، إسكان أقل، النشاطات الأخرى موجودة أمامكم وإجمالي المصروفات. فبينما إحنا نريد في هذا الظرف أن يتم معالجة خفض المصروفات وتوجيه المصروفات حسب الأولويات الوطنية. طبعا مو معناته أنك أنت ضد الصرف على الأمن، لا، أنت بحاجة للصرف على الأمن، ولكن هناك موازنة عندما تخير بين الأمن وبين المصروفات، أو الأمن الحقيقي هو في التعليم والصحة والبنية التحتية. الخيار الآمن لمعالجة الأزمة الاقتصادية أيضا رابعا هو حماية الطبقات الفقيرة. يعني ما يصير يعني تتجه إلى سحب أو يعني التأثير ووضع الضريبة على لقمة عيش المواطن، هذا خطر، خطر جدا. وخامسا طبعا وقف الهدر ومحاسبة الفاسدين. أنا صراحة كنت كاتب عدد من مساحات الهدر والأرقام المالية، لكن أنا في تقديري تقارير ديوان الرقابة المالية موجودة عندكم وأنتم يعني متابعين، وما تحتاج لوجع رأس، معروف. يعني ما أريد أن أقول خامسا، إذا هناك إرادة جادة لمعالجة هذه المرحلة، هذه مي سنة ولا سنتين، لا هذه مرحلة الآن سنمر فيها، وهي مرحلة نزيف ومرحلة خطرة، لأن حتى لو رفع الدعم كله، يعني لو رفع الدعم كله على قولتهم باللغة العربية، ما بي يعني في حدود 350-400 مليون دينار فقط، بينما العز عندك 1.5 مليار وما عندك مجال آخر يساعدك في رفع العجز في الموازنة. وبالتالي لابد من وجود إرادة جادة لمكافحة الفساد، وقف الهدر. يعني لا يكفي، يعني في الاجتماع الأسبوع قبل الماضي، اجتماع مجلس الوزراء، تحدثوا عن تقارير ديوان الرقابة المالية، وقالوا وحطوا أرقام أن هناك 430 ملاحظة في تقرير ديوان الرقابة المالية 2013، نزلت في 2000 في تقرير ديوان الرقابة المالية 2014 إلى 300 وشوي، يعني في هبوط، وأن في إنجاز. وبينما هناك حوالي تقريبا 12 قضية في النيابة العامة، إذا ما خانت الذاكرة 12 قضية في النيابة العامة في 2013، بينما هنا عندنا في حدود 5 لجان التحقيق أقل. وبالتالي بدون أن يعطيك يمكن قضية واحدة هي تأخذ النزيف كله. لا، بحاجة إلى، إذا كانت هناك جدية، بحاجة إلى وقفة جادة لمكافحة الفساد. سادسا، الإصلاح السياسي والشراكة. يعني الواحد ما يقولها لأنه معارض فيقول هذه فرصة أن لازم يكون في إصلاح سياسي، لا، هذا الكلام أنا أخذته من صندوق النقد IMF،
وعدد من الجرائد المتخصصة الاقتصادية. ما يمكنك أن تعالج الأزمة الاقتصادية دون أن تتم معالجة الأزمة السياسية، ما يمكن. وبالتالي هذه فرصة، يعني الآن في إذا كان الأخ أبو محمد ذكر ماذا حدث في مجلس النواب، حقيقة مؤسف جدا. يعني اليوم مجلس، يعني مجلس النواب يفترض أن يكون عنده صلاحيات وأن يكون له رأي في قضايا مثل رفع الدعم. أنتم تعلمون شكلت لجنة مشتركة بين بين الحكومة والمجلس، لكن قرارات رفع الدعم صدرت خارج اللجنة التعاون، فبالتالي صدرت قرارات رفع الدعم بدون أن يكون هناك تأثير للمجلس النيابي. واحد. اثنين، أسعار رفع أسعار البترول بدون أن يكون المجلس أي قرار. الكهرباء كذلك، بل لم يكن هناك شراكة في اتخاذ قرارات لمعالجة الأزمة الحالية. وعندما أرادوا أن يذهبوا إلى آلية الرقابة ومحاسبة الوزراء اختلفوا وتهاوشوا. كيف يمكن يعني معالجة الأزمة اقتصادية دون أن تكون هناك رقابة حقيقية على الصرف في المال؟ بالتالي هل يمكن لشخص يعني كمعارضة لديها مسؤولية مجتمعية ولديها طموح وخطط للمشاركة في نهضة الشعب أن تشارك في مجلس ليست فيه صلاحيات حقيقية، بل تم تجاوز المجلس بدون أن يعطى حتى فرصة للمساهمة ولو بشيء بسيط في صياغة القرارات؟ هذا شيء مؤسف. وبالتالي نعيد في هذه النقطة أن الإصلاح السياسي ضرورة لحلحلة الملف الاقتصادي. إحنا اليوم هذه نعيش ذكرى الميثاق في 14 فبراير، ويعني ما أحرى بالبلد إذا أردنا فعلاً أن نوقف النزيف في قضية غالب ومغلوب. بس الآن عندنا قضية أزمة سياسية، ثم صعدت الأزمة الاجتماعية وهي أزمة انقسام في المجتمع، ثم جاءت الآن الأزمة الاقتصادية الحادة. مجتمع صغير مثل البحرين يعني الآن في وسط الأزمات. لو تسأل أي شخص ما هو أين ستكون البحرين بعد 5 سنوات لا يستطيع أن يجيب. ليس المواطن العادي فقط، حتى المسؤول السياسي لابد من وجود حوار حقيقي من أجل الخروج من هذه الأزمة. والسلام عليكم ورحمة الله.